عادي. اه من الكلام ده بقى لكابتن عادل شكل النادي الاهلي زي ما قلنا في الاول من خلال مباراه انبي، ويمكن كابتن شريف فتح الموضوع ده كويس ان هو فتحه. مباراه انبي امبارح شفنا روح جديده، شكل جديد للنادي، تمريرات اماميه، استحواذ ايجابي، كنا حتى بنتكلم في الاول في الانترو استحواذ ايجابي من قبل اللعيبه. يعني كلمني عن الشكل الجديد للنادي الاهلي مع موسيماني. خليني الاول احيي كابتن محمود الخطيب ولجنة التطوير. ليه؟ دي مهمة جدا. ما خلوش الفرقة يوم واحد بدون مدرب، خلوا أوضة اللبس يبقى فيها انضباط وما فيهاش تشتت بمعنى. ودي ساعدت موسيماني جدا أن أنا لما أكون في مدرب وتغيير مدرب، اللعيبة بتتساءل مين اللي جاينا، وبيبقى بياخدوا حيز كبير قوي من تفكيرهم. ولكن إدارة النادي الأهلي وفرت المدرب لدرجة أنه لعبوا مباراة والمدرب مشيت أخذ يوم أجازة وبعدين رجع قاد أول تدريب. ودي يمكن الكابتن هاني مدرب كمان عارفها، أن لما أنت بتعمل استقرار جوه أوضة اللبس بيعود عليك في الملعب. فدي البداية لازم نحييهم عليها، ده رقم واحد. رقم اتنين، ادوا لموسيماني راحة نفسية بأن اللعيبة يكون عندهم استعداد، ده في البداية. أما موسيماني وحتة أن أنت تجيب مدرب من خارج الصندوق تفكير مصر، ودي حاجة جديدة، والنادي الأهلي احنا عارفين أن هو دائما اللي بيبدأ السباق، دائما اللي بيعمل البداية، خطة البداية في كل الأحوال وفي حاجات كتير قوي. فاحنا لو جينا اتكلمنا على أن موسيماني عمل تغيير فني، لا لسه هنتكلم. تغيير الفني يعني بيجي بعد مده طويله، احنا ما بنحكمش برضه. لا بس هكمل لك دي يا كابتن هاني. هو التغيير ايه؟ الذهني، التغيير بتاع النفسي، ودي حاجه مهمه جدا هو بدا يشتغل عليها. الحاجه الثانيه المهمه، احنا شفنا مباراه انبي بمشاكل الفرقه اتخذت ببساطه، اللي هي الاصابات وعدد الاصابات والاماكن الناقصه كتير قوي في الفرقه وفي الملعب. فاللي حصل انه تعويض الفرقه وعمل التوليفه الجديده اللي اتعملت، افتكر ان هي فيها فكر كويس، رغم ان في واحده تانية وثالثه ورابعه ممكن يعملها، ولكن بدا هو عارف لانه قاري النادي الاهلي كويس. حلو قوي ان مدرب حابب مكان نفسه يتمرن فيه، فهتلاقيه متابعه طول الوقت. ايوه، وده موسيماني من قبل ما يجي، مش بس لما جه، ما هو متابعه على طول. لما تكون امنيه مدرب انه يدرب نادي، بيتابعه كتير وبيشوفه كتير. فموسيماني شاف النادي الاهلي ودرسه كتير قوي، بدليل ان احنا شفنا التعويضه اللي عملها باحمد فتحي ناحيه الشمال. ولازم نحيي احمد فتحي في اي مكان احمد فتحي يلعب فيه. احمد فتحي من اللعيبه الكبار جدا اللي انا افتكر ان هو بالامانه يعني من افضل اللاعبين في ال 20 سنه اللي فاتوا في الكره المصريه. احمد فتحي يدخل من ضمن ال 10 لعيبه الجيدين جدا والكويسين قوي، سكان تكتيكيا، روح، جدعنة، قلب، ودي حاجة مهمة جدا. فاللي عمله موسيماني في الفرقة والتغير النفسي يا كابتن هاني ده مهم جدا. أنا عايز